مرحبا بكم في الدرس السابق. لقد قمنا بالتعرف على طرق البحث عن حل لمشكلة تواجهنا، والآن وبعد عملية التعقب التي قمت بها وصلت إلى حل المشكلة. إذن دعونا فقط نقوم بعمل شيء هنا، هذا الجزء. يعني أنت لا تفهم أي شيء هنا، أو لا يوجد أي شيء مفهوم هنا، لكن دعونا نجرب. فقط أريكم عملية التعقب، هي عملية متقدمة قليلا. أنت فهم تلك الأكواد، لكن سأحاول استخدام الأشياء البسيطة. نذهب إلى المنتجات، نضغط على جديد، أكتب هنا أي شيء، معلومات، أرقام، نضغط على تأكيد، يظهر لنا المشكل. إذا ضغطنا على البريك، فبالتالي نذهب، هذا هو هنا الشيء الذي حدث هنا، الذي تم تنفيذه هو هذا القسم هنا الخاص بالconvert error. يذهبون إلى القسم الخاص بالمعالج لكي نرى ما الذي يحدث في المعالج. لدينا في كل جزء هنا شيء يشير إلى الأمر، يعني القسم الذي نحن فيه convert error form، يعني الفورم الذي يظهر لنا ذلك يسمى convert error form أو FMT. ثم بعدها يذهب إلى قسم يسمى DB Grid أو TDB Grid. TDB Grid هنا هو الذي قام باستدعائه، أو قام بعمل كال لهذا الشيء الموجود هنا. أين هو color؟ color، نعم، يأتي إلى هنا مباشرة. يعني كل واحد والشيء الذي قام به يأتي بعدها مباشرة هذا القسم هنا. يعني نحن نتحدث عن threat هنا، يأتي إلى TDB grid. أنا قمت بوضع TDB grid، سنتعرف على TDB grid. TDB grid control DB grid، عفوا، DB control grid، قمت بوضعها في نموذجين، في الباي وفي السيل. ولدي هنا بعدها يأتي إلى حدث أو خاصية تسمى Paint Panel. إذا ذهبنا إلى Paint Panel، فسأذهب إلى DB Grid الموجودة هنا، TDB Control Grid، هذه هي هنا. أقوم أولا بإلغاء كل شيء لأنه قال لي بأن المشكل موجود هنا On Paint Panel. أجد أن هنا لا يوجد أي شيء، يعني لا يوجد أي كود. أما إذا ذهبت إلى السيل وذهبت إلى الأونبنت بانل، فأجد هذا الكود هنا. الكود يعتمد على القيم. أونبنت بانل هو حدث يعتمد على البيانات محدثة بشكل دائم، بما أنه مربوط بديتا سورس، لذلك لا نحتاج، أو هذا الكود من الآن لم نعد في حاجة إليه، لأنه يقوم بإحداث مشكلة لنا. فعندما يقوم بتحويل القيمة db text، هذا الشيء موجود هنا خاص بالكمية، لكن الكمية تكون فارغة أثناء الإضافة. لا تحاول أن تفهم معي الآن، يعني يمكنك العودة إلى هذا الدرس بعد أن نتعرف على الدروس القادمة، لكن الآن لا بأس. قمنا بإلغاء هذا الجزء. إذن عندما نشغل البرنامج الآن، ما الذي نتوقعه؟ هل ضيعنا ذلك الوقت كله في السابق؟ إذا ذهبنا الآن مسجل صوت، أقوم بحذفه، حذف، نعم، أقول له من جديد مسجل صوت، والسعر يكون 30 والكمية تكون هناك 5. إذا ضغطنا على الزر جديد أو إضافة كما نريد، كما ترون قام بإضافته. إذا قمنا بوصف منتج جديد، لوحة مفاتيح ميكانيكية، السعر يكون 150 والكمية 0. إذا ضغطنا بالزر أنتر فسيقوم بعمل أنتر. كما ترون الآن لا يحدث أي مشكل. إذن هل ضيعنا كل ذلك الوقت في البحث في المكان الخاطئ؟ طبعا هذه هي الباق وهذه هي البرمجة، ستواجه الكثير منها. الآن رأينا شيء متقدم وكيفية القيام به، والأكواد هذه هنا يعني مرتبطة بالأشياء الأخرى في كل مكان، الأشياء كلها مترابطة، لا يوجد أي شيء مترابط. لا تدع هذا الأمر هنا يحبطك إذا لم تفهم أي شيء. إذا دعونا ننتقل إلى المرح ونرى الأجزاء القادمة من العمل. بعد أن تعرفنا على عملية البرودكت، كيف نقوم بإضافة منتج والحذف وكل